نعمله اه ونشوف كلمة. بدأ عبد الرحمن محمد هشام، وكنت عاوز نتكلم النهارده يعني باذن الله عن مسجد الجامع الاقمر، ومن اقدم المساجد في معز دين الله. جامع الاقمر تم بناؤه 519 هجريا، يعني اللي هي توافق ميلاديا 1125. و زي ما شايفين يعني بتصلي جوه، هنخش بس بعد ما نخلصه ان شاء الله، بيصلي الدور عادي جدا. دلوقتي نتكلم على الواجهه الخارجيه للجامع، ان هي في بروز معمول عشان وعليه زخارف، من اول المساجد اللي يوجد عليه الزخارف. وفي وسط هذه الدائره الكبيره اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي في الزخارف الاخرى يوجد اسم علي بن ابي طالب في ثالث حلقه يعني بالتحديد. ومن داخل المسجد يوجد ان هو يعني ان هم بنوا المسجد او واجهة المسجد مستوية بالظبط مع الشارع مع شارع المعز، جوامع الفاطمية. هو من اول الجوامع الفاطمية اللي تم يوجد فيه كما لاحظتم معنا، يوجد انحراف بسيط عند الواجهة في معظم مساجد الفاطمية والفاطميين. خط مستقيم مع اتجاه القبلة بس عشان لتنظيم، عشان الواجهة تكون موازية لخط تنظيم الشارع بدل ان تكون موازية للسحب، لذلك لكي تسير القبلة متخذة وضعها الصحيح فيوجد انحراف بسيط. المسجد من الداخل عبارة هو مكون من صحن صغير مربع مساحته 10 امتار مربعة تقريبا، يحيط به رواق واحد من ثلاث جوانب وثلاث رواق من الجانب الجنوبي الشرقي أي في إيوان القبلة. وعقود الأوراق محلاة بكتابات كثيرة من الأوراق تحتوي على وأجمل شيء في هذا الجامع واجهته التي لا يضاريها أي مسجد من الجوامع، من أي جامع من جوامع الموجودة في شارع المعز أو في القاهرة عامة فقط لا غير. واخر يعني اخر شيء ممكن يعني اخر حاجه ممكن اتكلم فيها ان المحراب تم تغييره، اخر حاجه تم تجديدها يعني بعد محمد علي باشا، ان المحراب تم تغييره. والمحراب القديم يوجد في المتحف الاسلامي، وهذا المحراب الجديد قوم اتوا به من الهند. هذا المحراب اتوا به من الهند. اخر حاجه تم تجديدها في المسجد، يوجد من دورات المياه للجامع للرجال او للستات، ومكان المصلى للستات في الخلف اخر دورات. يعد من احسن الواجهات، احسن واجهات الجوامع في شارع المعز والقاهره كلها على مر الازمان والاديان. وهو يعني بني يعني واجهات المسجد بنيت على نظام تصميمي هندسي خاص جدا بهذا المسجد، وهو من اول المساجد اللي بنيت بهذه التصاميم. والمسجد روح حلوة بصراحة، في روح حلوة. نشكر متابعتكم معنا واحنا من جوا المسجد، وشكرا. السلام عليكم. اللي تم يوجد فيه كما لاحظتم معنا يوجد انحراف بسيط عند الواجهة في معظم مساجد الفاطمة والفاطميين. خط مستقيم مع اتجاه القبلة بس عشان لتنظيم، عشان الواجهة تكون موازية، يحيط به رواق واحد من ثلاث جوانب وثلاث رواق من الجانب الجنوبي الشرقي أي في إيوان القبلة. وعقب ظهر أمامنا المسجد،
المسجد ان تم تغيير المحراب. هذا اخر يعني اخر تجديد تم في المسجد، تم تغيير المحراب، والمحراب القديم موجود في المتحف الاسلامي. هذا محراب قوم من الهند اتوا به لهذا المسجد يعني خصيصا. بس متابعه تكون معنا واحنا من جوه المسجد، وشكرا. السلام عليكم.